يقول لها بلي شاركت معنا في برنامج طلعات وبلي كل حلقه جديده من حلقات برنامج 55. برنامج 55 كيستضيف هذه الليله واحد السيده كبرنا معها في التلفزيون مني عقلنا وهي طفله وباقا طفله، نجمه التلفزيون والتمثيل المغربي فاطمه الزهراء الابراهيمي او سنبوله. أول سؤال، السؤال اللي ديما كيحيرني وكيطير اللوم من عيني، فين غبرتي بعدا قبل مرحبا؟ لا لا ما غبرش أخويا، أنا كاينة. أنا عقلت عليك منك كنتي كديري سنبولة تلصقات فيك هالتيكي. لا لا فرحانة بهالتيكي، شوف الناس تبارك الله كيفاش كيستقبلوني كيفاش كيعاملوني. سنبولة عليها قد كبير على فاطمة الزهراء، الله يهديك. ما قنعتيني زعما الجواب زعما ماشي. كيفاش ما قنعتكش؟ لا سنبولة عندها فضل كبير على فاطمة الزهراء. يعني بعد أنا بعد اللي جيتك لهذا البرنامج بعد ما نساوك الناس. ما شكرتكش. لا شكريني قال له الأول ومن بعد عادها باش تكبري بيا. واخ. يلا نعاودوا عافاك. كتهضر مني؟ حيت أنا كبرت بك كبري بيا. سي بون نعاودوا واش حنا كنضحكوا هنا؟ 1 2 3 إي فاطمة الزهراء إبراهيم مرحبا بك. الله يبارك فيك شكرا على الاستضافة. واخا ما كيعيط لك حتى شي واحد أنا بعدا كنكبر بك. لا لا جابك الله كيعيطوا لي الناس زعما كتفرج في التلفازه انت زعما ما كدوزيش في فراميز بزاف زعما ماشي زعما انا اللي كندير معاك مزيان كنجيبك مره مره. ايوا الله يرحم لك الوالدين. شكرا. نعم وما شكرتيني ما والو زعما ماشي. سيداتي سادتي فاصل ونواصل. شفتي غيدوي ما شكرتيني. لا لا فاصل دابا حبسنا دابا ما كنصوروش. لا عرفتي اللي قلتي قبل من فاصل واش غيدوي؟ لا ما غيدوش. باهي كضحك. لا حيت انت ما زعما ما شكرتيني ما والو ما علاش غنشكرك؟ وانا حسيت اللي كنجيبو هنا انا خصك تكبر بيا. انت ما كبرتي بيا بحال انا ما كاينش. لا 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 بالعكس اصلا ما عطيتيش الوقت نكبر بك لان الوقت اللي دخلت عطيتيني كيستيون هي الاولى. دونك دابا انا عندي الوقت باش نستقبلك وانت ما عندكش وقت باش تكبري بيا. حتى دابا نعاودو استقبلني مزيان ونشكرك. وي وي قول لي واش بريفيتو هي باش تكبر بيا ولا لا؟ حيت الضيوف كلهم كيكبروا بيا الا هي. لا ما دويناش معاها. واش ضاحكين ولا كتهضر مني؟ لا كيفاش ضاحكين وشحال كنجينا نضحكوا؟ انا كبرت بك عيط لك انت كبري بيا شويه. 3 2 1 اي مرحبا بك فاطمه الزهراء الابراهيمي. الله يبارك فيك شكرا على الاستضافه وشكرا حيت استضفتيني وصافي بليزير. لا كتباني بحالي صحيبتي ماشي في الطريق. لا كتباني يا بحالي انت ما مرتاحاش وثاني بحالي دايره لي خاطري. دايره لك خاطرك اه وما مرتاحاش دابا ديت ما مرتاحاش حيت ما عجبنيش الهضره اللي كتقول. لا حيت الهضره الواقع قلت لك كوب كوب عفاك كوب. واخا قول لي اقترحي عليا مثال ديال الهضره اللي خصني نرحب بك. قول لي كيفاش خصني نكبر بك. قول لي تبارك الله على السي العشابي اللي انت السبب انك بينتيني شحال من مره من بعد ما غبرت وانك انت عندك الفضل انك تستضيفني في برامج ديالك فين ما كدير شي برنامج كتستضيفني واستضفتك شحال من مره وكبرت بيك مع العلم ان برامج اخرين ما كيدوزوكش وكبري بيا وندوزو لحاجه اخرى باش نبان انا واعر شويه. اسمح لي بلا تا مراد انا ما جبتيني انا باش تستفزني ولا باش تهيني ولا شنو؟ كون عيطتي قلتي فاطمه الزهراء غنجيبك باش نستفزك قدام الناس مع العلم انه كاين بوبليك هنايا اللي حتى ما عطيتينيش حتى الوقت حتى نشكرهم ولا نتكلم معاهم الوغ لا سي اوتر شوز. اسمح لي ولا اللي لقيتك مع البوبليك زعما انت اش من فضل ليك عليا؟ انا بغيت نعرف. صديق مرحبا دزت معاك في برنامج ديالك مره وحده مرحبا مي ابارسا جو فوا با شنو هو الفضل ديالك عليا؟ لا حيت هاد البيبليك راه الفان ديالي. اي ولكن انت اللي احتاجيتيني واتصلتي بيا باش نجي عندك البرنامج. انا ما عيط لك ما قلت لك عيط لي. انا ما عمري ما عيط لشي حد ولا قلت له عيط لي. انت ما محتاجاش تدوزي معايا في البرنامج. لا انا محتاجاش ندوز في البرنامج. وعلاش جيتي؟ وانت دابا الله يعاون. لا لا بلا تلبسي غير لبسي غير لبسي غير لبسي. تزول. لا شوفي تصنتي باش نتفاهموا غير باش نتفاهموا. المراد تسمح لي انا غنمشي بحالي. غير تصنتي غير نتفاهموا. غتصنتي. لا قلت لي جيبني باش تجيني قدام الناس. لا غتصنتي انت السول. لا اشنا هي انا جايبك باش نبينك واش انا طلبتك باش تجيني. ما غيدوش لا الناس حاضرين انت ما تعاملنيش. كيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد صنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. فاطمه الزهراء ابراهيم مرحبا بك. الله يبارك فيك شكرا على الاستضافه. كوب كوب عفاك وي عطيتينا كلمه واش كنتي كتبيعي الهضره؟ شكرا على الاستضافه وكنشكر مراد العشابي جميعا وندخلوا للبرنامج. كملي 3 2 1 اي مرحبا بك فاطمه الزهراء الابراهيمي. الله يبارك فيك سي مراد شكرا على الاستضافه. روتوش ماكياج الشعر ديالها تعكيك عافاك. روتوش ماكياج فاصل ونواصل. روتوش ماكياج عافاك. مصيبك حلا هذه والله حق الله الا مصيبك حلا بالله. ما فهمتش انا والله ما فهمت والله بلات كتخرج من البلاطو كاع. انا وقيلا كنسمعك مراد راني حداك. نعم صافي هكا. صافي ميرسي الله يحفظك. شنو قلت لك راني حداك راه سمعتك شدوي. كنهضر مع مسائل تقنيه غير مشكل تقني 3 2 1 اي فاطمه الزهراء ابراهيم مرحبا بك. الله يبارك فيك تنشكرك على الاستضافه. علاش انت ما طورتيش وما شناكش فاطمه الزهراء من ورا سنبوله؟ ما عجبك السؤال؟ ما عجبنيش السؤال وما عجبنيش انت في هاد اللحظه عادي. نحيدو في مونتاج ماشي مشكل. ما عجبك السؤال نحيدو عاد غندوزو للجديد الفني ديالك. هضر معاك واخا ما كاينش. عافاك اشرح لي شنو هو الكونسيبت ديال هاد البرنامج وشنو الكونسيبت؟
راه كل ما كنتيش عزيزه عليا ما تكونيش معايا. لا شنو هو هذا السؤال؟ شنو كتعني بهذا السؤال؟ واخا اعطيني شي سؤال نسولو لك، عندك شي سؤال؟ خدمت في هذيك، انت اللي صحفي ومعيد، انت اللي خصك تطرح الاسئله. انت صحفيه بحالي بحالك، تعاوني معايا. ماشي برنامجي هذا. وانت دابا اذا كديري فرزيات، وشنو الفرق بين برنامجي وبرنامج؟ الاسئله اللي غطرحهم كاملين بحال هكا من هاد الطينه. لا طينه اخرى، ولكن غنبداو بهاد الطينه، ما فيها حتى شي عيب. ما بغيتش انا الصوره ديالك تبان قدام الناس وهي في شكل. راه انت اللي دابا كتشوف الصوره ديالي قدام الناس. مراد اللي خليك غير طيح لي اسئله محترمه وبحال البرامج الاخرى، ولا خليني نمشي بحالي. دابا بحالي انا ماشي محترم. طيح لي اسئله محترمه ولا غنوض نمشي بحال هادشي. واخا الله يرحم ليك الوالدين. ودابا انت غتورينا اش من الاسئله غن غنوريك اش من الاسئله. عطيني لا ليست ديال الاسئله اللي عندك. لا حول ولا قوه الا بالله. صافي شنو ما عجبكش نحيدو؟ نحيدو هاد الاولى. هذيك غتحيد، غتحيد هذيك لا كيسيون غتحيد. ولا ندوزو ديريكت الفقره الثانيه. قول لي شنو الاسئله اللي عندك انا غنقول لك. واخا بلاتي هذا محرج بزاف، ما غتبقاش سبونطاني نقولوا لك وتجاوبي عليه في خاطرك عاد نسولك. طرح عليا لا ليست ديال الاسئله كاملين نقراهم عليا الله يخليك. واش غتعزلي لي الاسئله اللي غنعطيك؟ غنعزل. واخا الجديد الفني ديالك نهضروا عليه. شنو اخر؟ حيت اصلا ما درتي والو. ومني ما درت والو انا، علاش معيط ليا؟ علاش جيني هذا البرنامج؟ ما فهمتش. حيت عزيزي عليا بغيت نكبر بيك. لا سمح لي ما كاينش حاجه عزيزه عليا، اما انسان حاضر غتعيط ليا، اما ماشي حاضر ما غتعيطش ليه. وانت حاضره دابا؟ حاضره. ايوا خلينا نكملوا هذا البرنامج. فراسك كاين ضيف مفاجاه. ضيف المفاجاه ديال هذه الحلقه معنا نجمه الغناء ونجمه. دابا مراد واش زدنا الفقره الاولى باش ندوزوا الفقره ديال الضيف مفاجاه؟ وراه ما عطاتني والو الفقره الاولى صاحبي. خويا راه الاسئله كاملين غير صالحين لهذه الفقره الاولى الله يخليك. مراد واش وجدتي الاسئله ولا لا؟ وما بغيتهمش صاحبي. مراد بلا ما تغوت صاحبي حدا السيده، بلا ما تغوت. وهي ما كتجاوب قالت لك عزل لي الاسئله. واش انا كنقي في زرع؟ 3-2-1 اي. فاتي جمالي علاقتك بالفنانات؟ علاقتي بفاتي جمالي مثلا تنتعارفوا يعني فقط. هي متطفله على الميدان بطبيعه الحال. ومراد ومراد شدك السيده اولا تقول عليها هي متطفله، وعلاش قلتي وهي حتى هي متطفله؟ اشنو شنو زعما شنو باغي تقول؟ بغيت نقول زعما كاين الناس اللي غير مدفوعين، هي من الناس اللي عندهم الواسطه وشويه ديال الزين. سمح لي الله يخليك، انا ما غنجرح حتى شي حد وما غنسب حتى شي حد، ما نهضرش بحال هكا على اي بيرسون في الميدان. دو ان دو دو، جاب معايا انا كاع هذا الموضوع. ملي تدخل ما نهضروش هذا الموضوع. علاش؟ لا ما ندويش معاك. علاش انتوما الفنانات كتبغيو؟ علاش مني تدخل دابا هي مني غتجي غتسمع قلتي عليها هذه الهضره؟ شنو هذا الشيء؟ لا هادشي بيني وبينك. علاش غتسمعوا هي؟ لا بيني وبينك انا منافقه؟ شنو هذا الشيء؟ وانا منافق دابا؟ اييه فقط عياك، على ما كاينش النفاق في المجال الفني. مراد انا ما جيتش على قبل النفاق وعلى قبل المجال الفني، الله يخليك احترم على الاقل الناس اللي حاضرين. انا جيت باش ندير معاك حوار فني ونمشي في حالاتي. واخا واخا واخا، حنا ندوزو الفقرة الثانية بلا ما تغوت. واخا واخا. ضيفة هاد الحلقة الثانية من بعد فاطمة الزهراء الإبراهيمي، فاتي جمالي. أهلا. فاتي صباح الحمد لله. عفاك نحيدو ديك البوسه الله يرحم باك، حيت الصوت بزاف طال ديك. بزاف نعاودوها من هنا؟ والله بزاف نعاودوها نعاودوها. 3-2-1 اي. فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا وتفضل عليك على هذا التاكو الزوين. عاد لقيتيني دابا كنشكر فيك انا وفاطمه الزهراء الابراهيمي، وفرحان لانك انت معايا. وفاطمه الزهراء حتى هي نعاودوا هادي. وفاطمه الزهراء حتى هي عاد شكرناك. قول لي بعدا كيفاش دخلتي لهادشي ديال الفن وبديتي مباشره كتغني من بعد ما كنتي كتمثلي؟ واش هو فشل في التمثيل باش تدوزي للغناء، او انت ما عارفه ما ديري؟ اون بو كوبي بيان سور. كوب كوب عفاك كوب. بعدا الاسئله ما زوينينش. دو ان اون بليس قلتي لي غادي تكوني انت وفاطمه الزهراء ضيفات تدخلوا اونصومب. على مال فاطمه الزهراء قدام منك؟ لا انا ما عنديش مشكل مع السيده. عطيتيها ان بغيف، سولاتك علاش هذاك البغيف مختلف، زعما سي نورمال. حيت انا كنفضلك انت صديقه ديالي، زعما ما فيها شي واحد داخل واحد راه عادي. لا باش ما تعيطش ليا. ولكن علاش نتوما حازين بعضياتكم؟ ما فهمتش. الله يا ودي انا فين جبت السيده؟ لا انا ما قلت لك والو، ما قلت لك حتى شي حاجه. خويا مراد الله يخليك سربي، خلاص خلينا نصور ونشوف حالاتنا. 3-2-1 اي. كتعتمدوا بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الجمهور، كتصيدوا الجمهور كيدخل عندكم لي فالاورز، كتجمعوا لي فالاورز عادي هذوك بصح ولا كتشريو لي فيو. كتصيدوا شنو هاد كتصيدوا؟ شنو هاد الشيء يا مراد؟ لي فالاورز. شنو غنقول لك؟ القرار التافه الوحيد اللي خديته في حياتي هو انني جيت عندك لهذا البرنامج وبقيت معاك. ما تقوليش لي تافه الله يرحم باك. هذه اتفه حاجه درتها. لا ما تقوليش لي تافه. ما تغوتش على السيده. ثاني ما تغوتش عليا. لا 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 فاطمه الزهراء. اقسم بالله العلي العظيم ما غنرجع. فاطمه عفاك والله. شوف والله حتى كنت عفاك والله عفاك. الضيفه ديالنا تعصبات بزاف وحلفات لك ملات البرنامج، كان خاص ضروري مراد يقول لها بلي شاركت معنا في برنامج طلعات وبلي كلشي مفبرك باش نقيسوا درجه الصبر والتحمل ديالها.
والمسامحة مرضية. فاطمة زهراء الإبراهيمي فنانة راقية نجمة مغربية، حاولنا نعصبوها بأقصى ما يمكن. هاد الناس كلهم راهم معانا وبغينا نشوفوا درجة العصبية ديالها فين غتوصل. إلى كنعتبر فاطمة زهراء الإبراهيمي من أجود وأفضل الممثلات والفنانات اللي كاينين في المغرب. بغينا نشوفوا الوجه الآخر ديال فاطمة زهراء الإبراهيمي، هو هذا. كنتي معانا 5 5.